هي مدينة الحلم الذهبي وعنوان السلام. براغ هي عاصمة جمهورية التشيك وهي قلب أوروبا كما تسمى. تعتبر براغ من المدن الأوروبية المميزة بطرازها القديم الذي يمتزج مع أريج الحضارة امتزاجا فنيا رائعا، فيشكل معالم المدينة الواسعة الوسيحة بضفتيها على نهر فالتافا. ذاك النهر الذي يقطعها مارا بجسورها العشر، وهنا يقف جسر الملك تشارلز الذي يعد من أقدم وأهم الجسور في العالم. إذ قام الملك تشارلز الرابع ببنائه في عام 1357 وانتهى عام 1400. يربط هذا الجسر المدينة القديمة بقلعة براغ على غرب المدينة. ويرتبط بالموروث الشعبي التشيكي والثقافي للبلاد. جسر تشارلز يتعدى كونه صرحا تاريخيا عريقا أو ممرا يربط بين ضفتين، بل أنه معرض فني في الهواء الطلق مزخرفا بالرسامين والموسيقيين واللوحات والمنحوتات والتحف. الزحام وأضواء الكاميرات الخاطفة تزركش الصورة الواقعية هنا. أما تحته حيث الدفء والملاذ الرومانسي، إذ يرمي العشاق مفاتيح قلوبهم في الأعماق، وها هي الأقفال التي لا زالت شاهدا على ذلك تزاحم بعضها وتحكي قصصا عاشقة كانت هنا. لازلنا على أطراف فالتافا ولا زال الجمال يرنم ألوانه ويتراقص مع الأمواج التي تبتكرها رعشة البجعة الأنيقة إذا ما تأهبت لشيء ما. ها هم رواد البهاء إذ يطعمونها بنهم وسخاء لكي يغسلوا أبصارهم بروعة هذا البياض العائم في النهر.